صحاب الواحد اخوتي المغاربه صحاب الواحد تلقى خدام حلال عليك رسول الله كتلقى خدام كتلقى خدام مسكين حياته كامله كيسمع واحد المبلغ ديال الفلوس وتبغي مسكين يكون المستقبل ديالو تبغي يتزوج تكسب شي دار كيمشي كيدور تقول ما بغيتش بنتكم على سنة الله ورسوله كيتلقى باش يقول له لا اسمح لي لا بنتي خاسر على الفلوس ما نقدرش نعطيها لك لحقاش علاش انت عاد منين انت عاد كلخ زعما حقاش انت رويزل فهمتيني شي قاوري شمكير ديال الكور ماشي قاوري شمكير ديال الكور راه فاس كون افرج له الصرابي علاش حقاش هذاك قاوري تلقى عاش مكار تاقب ودنو وتاقب نيفو خلي الرجال وعطى لواحد ديوتي حيت هو ديوتي علاش كتحكم فيه مرتو واللي متقدرش الرجال راه ماشي راجل وتحياتي الرجال فين ما كانوا وتحياتي الرجال اللي كلمتهم مسموعه في الدار مع خوكم نردي الشيوي وخليكم معايا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن موضوع اخوتي المغاربه اللي غادي نهضروا فيه اليوم ان شاء الله موضوع ما دوك الدراري مساكن اللي تيخدموا حلال عليك رسول الله نهار تيجي لحق واحد العمر تيبغي مسكين يبغي يبني المستقبل ديالو تيبغي مسكين يتزوج كتلقى شي ولد الناس ضرب تماره مسكين من صغره كيضرب تماره كتلقى مسكين جايب واحد المبلغ ديال الفلوس تيبغي مسكين اول حاجه تيقول كنتزوج نعمرت انا داري والمسائل وندير وليداتي انا نفرح قدام والديا هادو الناس ديال الحلال الناس ديال الحلال هادو كتلقى مسكين عاشق شي بنت باغي مسكين ياخذ على سنه الله ورسوله تيدق في هذاك الباب حنا كلنا كندقوا باب الله دري مسكين ناوي الحلال ناوي يتزوج على سنه الله ورسوله تيقصد هذيك الدار على ديك البنت اللي باغي هو تيمشي لدارهم داك الاب ولا الام ديال ديك البنت تيسولو داك الدري ما كيسولوش واش كتصلي واش حافظ القران كينوضو هما با داك البنت ولا با مو داك البنت كيتفقوا لا لا ما دام نديرو لا الخدمه ديك الخدمه ما دام نديرو مسكين تيلقاو مسكين بناي ولا شي تيحقرو حقاش يتحقر الراجل ماشي راجل اللي تحقر الراجل ماشي راجل كتلقى الرجال تيقدروا الرجال باش غادي تلك السيد ياخذ بنتك ربي غادي ينصرو ربي غادي يكون المستقبل ديالو حقاش علاش الله اللي تيرزق ماشي العبد الله اللي كينصر المهم هذا اول حاجه اول حاجه مني انا وجبد انا اول حاجه الدار اللي عند فيها ولقى المراه اللي كتحكم في هذيك الدار ما قلبش عليها انا اول حاجه ما تنبغوش توكلوا على الله ما تنبغوا نتزوجوا ما تنبغوا قلبوا على شي بنت الناس تنتقوا في هذيك الدار خصنا نلقاو الراجل هو اللي كيتحكم وزين واحد القضيه الراجل هو اللي تيحكم في الدار الراجل كلمتو خاصها تكون مسموعه في الدار ماشي كلمه المراه الا شي مراه كتحكم في الدار هذا عاد هذه خويا عندي نصيحه هذاك الراجل اللي تيبغي يعطي بنتو داك السيد علاش تيحضرو تيقول هذا مسكين عاد بالناي هذا مسكين عاد خدام خدمه معايا يبغي معايا غير بنتي وما اختي هو اللي كترزقو راه الله اللي كيرزق وزاد واحد القضيه كنت راجل قبل تقول هاد الهضره هادي الهضره هادي لمراتك حقاش انت كتخاف من مراتك الهضره ماشي ديال الرجال اللي تيكون راجل تحكر الرجال ماشي راجل عندي انايا شوف انا بنتي قريتها ودرت ليها وفعلت ليها وصلتها يجي واحد لا علاقه نعطيه بنتي وما سكنتها ما سكنتها بنتك شنو قدرت بنتك هذه يا راجل راجل خدام حلال عليك رسول الله طلب بنتك عطيها له حقاش راجل وزيدوا هاد الهضره هذه ديال انا بنتي قريتها انا بنتي وصلتها ماشي هضرتك هضره ديال مراتك هذه راك عارفوا الناس اللي تيخافوا من العيالات انتوا عارفوهم عارفو باقي تنكررها اللي تيحكر الرجال ماشي راجل انت كتقلب على بنتك كتقلب على بنتك يجي عايش مكار شمكار شمكار ديال الكور ماشي مكاوري شمكار ديال الكور يجي عايش مكاوري ترحب بيه خويا
وهادي تجي هذيك فلان تقول لك راه اليهود يا طيب انت شنو تقول انت هذا باش يسلم واش بغيت اللي يسلم علاش علاش بغيت اخوك المغربي اللي يسلم قالوا طال المسلم ولو دابا يسلم حقاش حنايا حقاره حنا المغاربه صحه حنا الرجال صحه حنا المغاربه صحه تنعاود كرها صحه تبغوا نوصلوا شي حاجه كنوصلوا لها الصحه جا انسان ولد الناس طلبك بنتك على سبيل الله ورسوله توكل على الله ما عمر تحقر بنادم ما عمر تحقر رجال راه الله يرزق كل شي عام بقى شي خارجي ولا هادي كون فرسي للزرافي علاش فلوس او كسميه الزواج هذاك هذاك الزواج ديال المتعه هذاك غادي يتمتع بنتك ويقول لك انس بنتك سير بحالك شحال باش كيتزوجوا شحال باش كيطلقوا زيد عليكم بحال هادو اما الناس الدراويش كتقدروهمش المهم خوتي المغاربه كتلقى شي واحد بنته تقاول بات مع شي واحد كتلقى بنته تقاول بات مع شي واحد نتوما غاتفهموني زعما شي بنت مشى لها الشرف ديالها شكيلو لها دارهم كيجريو عليها كيجريو عليها كتمشي مسكينه كتسالوا تبر على راسك داك التبلاد بزاف حوايج مالك انت الخارج كتسرق دارها فلوس تيبقى يفرج ولا الزرافي بقى راجل جريت عليها بقى راجل متكونش ديوتي شحال واحد جرى على بالك الشوب عينيا انايا شحال من واحد جرى على بنته كانت بنته كنت سكرانه كيجري عليها نهار اللي دارت الفلوس مشات الخارج خدات بقى على شي قطاري ولا اماراتي ولا دبي ولا ما عرفت شنو جات الفلوس ولا كيفرج ليها الزرافي كسمى ديوتي منافق هذا حال الاباء هادو تكونوا منافقين تحياتي الرجال كاين الاباء رجال كتلقى شي اباء رجال احرار نفسو واصلو هنا وكاين ديوتيين اللي تحاكم الرجال ماشي راجل وخا كتلقاه هو اللي كيسير في الدار هو اللي خدام على الدار هو اللي كيدير كلشي في الدار ولكن كتلقاه كيخاف من مرتو علاش كتلقاه ديوتي ماشي راجل ماشي راجل تتزوج راه ماشي راجل من بكري ماشي راجل كتلقى شي واحد خدام شي خدمه بسيطه على قد الحال كتلقاه كلمتو مسموعه علاش كتلقاه راجل كيضرب عليها تماره وكلمتو كتكون مسموعه في الدار هي الرجال وهذاك الديوت اللي تيخاف من مرته كتلقى هذاك ما تيقدرش الرجال وما كيعترفش بالرجال حقاش هو ماشي راجل ولكن حقاش حنا المغاربه حقاره كنحقروا الرجال كنحقروا الرجال وقال تحقر الرجال ماشي راجل كنهضروا هاد الهضره هادي تنخرجها من الحوايج ديال الخارج ماشي زواج كيتسمى الزواج ديال المتعة أي خارجي كيشبع بشي بنت شي مغربية كيتلاقاها ساري علاش الزواج ديال الدواب علاش يقول واحد المثال والله ما قليل ومداوم ولا كتير ومقطوع كتلقى واحد الإنسان خدام قليل ولكن راه دايم ولا لو خدت شي حاجة كثيرة في نفس الوقت كتقطع عليه ما قليل ومداوم ولا كثير مقطوع كما خلاوا جدودنا اللي تحقر الرجال راه ماشي راجل اللي تحقر الرجال ماشي راجل ما عمرو غيكون راجل علاش كتلقاه هو كيخاف من مرتو واللي تيخاف من مرتو هو اللي كتلقاه كيحقر الرجال واللي كتلقاه راجل كنتو مسبوع في الدار هذاك تيقدر الرجال تحياتي الرجال فيما كنتو داخل الوطن وخارج الوطن هذا واحد الرساله اسمع انا اللي دقيت الدار بغيت ناخذ شي بنت في هذيك الدار ولقيت المراه اللي كتحكم في هذيك الدار هو غيكون رزق عليهم والله من ناخذها اقسم بالرب من ناخذها وخا تكون ما تخليني كاع والله من ناخذها حقاش علاش الا خديتي هذيك البنت لقيتي ما كتحكم في هذيك الدار كل اكا
الحين عتولي تحكم بك حتى انت وعتولي تحكم حتى في والديك عتبيضك في حياتك عام وعتي لك الرجال شوف انا ما عطيتش لك بنتي ويلي انا نعطي بنتي لواحد بني انا نعطي واحد بنتي واحد مكلخ انا وهذاك اللي مكلخ وهذاك اللي بني وراجل على داك اللي عصي بنتك كتلقى بنتك عاشقه واحد وماشي راجل عليك تحكى الرجال انت عيات الرجال وكسر الكرر عاوتاني تحكى الراجل ماشي راجل تحكى الراجل ماشي راجل تحياتي الرجال اللي كلمتهم مسموعه في الدار مع خوكم نور الدين الشينوي.